أنت ماذا تصنع الآن مع العائلة إذا كانوا نصارى يهود مجوس؟ لابد أن تعمل على دعوة هؤلاء. مسياس جيتشارشكا تكون برلينشكو بيتي أتشيكا مارشواشا تارتين لنا يا معاشر المسلمين، إذا لم تبدأوا هؤلاء بالدعوة إلى الإسلام بدأوكم هم بالدعوة إلى الكفر. لابد تبدأ أنت بالدعوة. لابد تعتز بإسلامك. تدعو إلى الإسلام تتعلم أولا. تعمل تدعو حتى وأنت ساجد تدعو لهؤلاء، تدعو لهم بالهداية. هذا المجتمع حولك لابد أن تنقذ هؤلاء من النار. أقرباءك أهم ما يكون بالكتاب، رسالة تدعو له، الأخلاق المعاملة الحسنة تبين له ما عليه أهل الإسلام. لا تترك الدعوة حتى تموت. نعم.